أهلا بكم. استقبل الشعب اللبناني نازحي جنوب لبنان بتضامن وحفاوة ما رفع معنوياتهم وأثبت أن الحاضنة الشعبية للمقاومة اللبنانية تفوق الجغرافيا والطوائف. ففي وسط الحروب والصراعات الكبرى يظهر دائما عنصر جوهري يتجاوز الآلات العسكرية وحسابات القوة المادية، ألا وهو الوحدة الوطنية، إذ يجسد الشعب اللبناني في هذا الوقت أسمى معاني التضامن والتكاتف، محولاً التنوع الذي يميز المجتمع اللبناني إلى مصدر قوة وعزيمة. لم يكن الصمود في وجه العدو مجرد نتيجة لقرارات سياسية أو تحركات عسكرية فحسب، بل كان نتيجة مباشرة لوحدة شعب عازم على الدفاع عن كرامته وأرضه، متحداً في مواجهة آلة الحرب الصهيونية. ولكن تلك الوحدة لم تكن محلية فقط، بل امتدت جذورها إلى تضامن عربي شامل، حيث لعب العراق دوراً بارزاً في دعم لبنان خلال محنته. ففي ظل العدوان كانت بغداد حاضرة ليس فقط بالدعم السياسي، بل كذلك بالمساعدات الإنسانية والمبادرات التضامنية التي امتدت على شكل فزعة عراقية. أهلاً بكم. We'll be right back.